شابتر ده يا شباب، زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت ان هو كان مقسوم لجزئين، النودل اناليسز والمش اناليسز. في النودل اناليسز كنا احنا قلنا انت بتشتغل محصلة التيار عند اي نقطة بزيرو، وانا بشتغل بقول محصلة التيار يبقى المسموح لي في الدايرة عندي كارنت سورس. الحاجات دي لازم انت تحطها كده في دماغك وتكون مرتبة في دماغك، عشان انت بتحل تلاقي كل حاجة سهلة ان شاء الله. قلنا احنا شغالين في النودل اناليسز محصله التيار عند اي نقطه بزيرو، يبقى المسموح لي في الدايره كارنت سورس بس. طب لو لقيت عندي دايره فيها فولتج سورس، ايه الحل؟ قال لك فولتج سورس في بقى منها نوعين. لو لقيت الفولتج سورس متوصله بالريفرنس نود اللي هو بالارضي، خلاص بفترض ان الطرف الثاني بقيمه الفولتج سورس ده ومفيش اي مشكله، وبكمل شغلي زي المثال اللي كنا بنحلها. طب لو لقيت الفولتج سورس مش متوصل بالريفرنس نود، متوصل في نص الدايره عادي، ايه الحل؟ كنت بشتغل حاجه اي حاجه زي كده، كنت بفترض ان هي حاجه اسمها سوبر نود، وبفترض بشيلها خالص، بشيل الفولتج سورس ده وبفترض ان هو ايه سلك عديم المقاومه، وبكمل شغل عادي. وخدنا مثال واتنين على الموضوع ده. المرة دي عاوزين نتكلم في السكشن ده إن شاء الله على المش أناليسز. المش أناليسز بيشتغل، بيقول لك بكل بساطة هي تو رولز أو قاعدتين كده بتمشي عليهم وخلاص، وتلاقي الدنيا سهلة إن شاء الله، بس لازم يكونوا مرتبين في دماغك. أول حاجة، الدائرة اللي أنا بشتغل عليها لازم تكون من نوع بلانر. هنعرف دلوقتي يعني إيه بلانر. بلانر يا شباب يعني هي رسمتها لازم تكون مرسومة في 2D. يعني مثلا على سبيل المثال حاجة زي دي، تمام، حاجة زي دي يا شباب، شفتوا اللي هي المقاومة اللي هي 3 اوم دي؟ عشان ارسمها بالفعل لازم هتكون، هفترض ان الدايرة بتاعتي اهي مرسومة في 2D اهي، عايز اعمل سلك، السلك ده يعدي من فوق ده، فكده السلك ده هيكون متعلق في الهواء، هيجي هنا ومن هنا هيتعلق في الهواء، هيطلع لفوق، هيكون طالع لفوق، عامل مش هعرف ارسم. المهم ان هو هيكون فوق السلك ده، فكده هو كده مش هيترسم في 2D، لازم يكون يترسم في 3D. فأي حاجة لازم تترسم في 3D، أي سيركت لازم تترسم في 3D. معرفش أشتغل بقاعدة المش أناليسيس فيها. المش أناليسيس لازم يشتغل على اي سيركت تترسم في ال 2D. دي اول قاعده. يبقى عشان اشتغل مش اناليس لازم تشتغل ان السيركت بتاعتك مرسومه في ال 2D، اول حاجه. تاني حاجه بيقول لك ان محصله الفولت في اي لوب بزيرو، محصله الفولت في اي لوب بزيرو، مفيش مشكله. انا شغال على ايه؟ بقول لك محصلة الفولت في أي لوب بزيرو، يبقى المسموح لي إيه؟ المسموح بيه فولت بس. المسموح بيه، ثواني في حد عايز يدخل. يبقى المسموح بيه يا شباب فولتج سورس بس. طب لو أنا لقيت عندي كارنت سورس أعمل فيه إيه؟ قال لك الكارنت سورس في منه برضه نوعين. لو الكرنت سورس شغال في لوب واحد بس، بفترض ان اللوب ده هنمشي عليها، هنسيبها دلوقتي لما نيجي المثال ونشرح عليها يكون افضل. المهم ان اول رول عندنا في المش اناليسز ان لازم تكون السيركت بتاعتي 2D. فده مثال عندك، بمثال عندك بيقول لك ايه، شوف لي الدايره دي والدايره دي بلانر ولا لا. بلانر معناها يا شباب ان هي تترسم في 2D، وطالما هي تترسم في 2D يبقى اقدر اشتغل عليها بمش اناليسيس، مفيش مشكله. فقال لك في الوضع بتاع الدايره دي، طبعا دي ودي مش بلانر، فقال لك شوف انت تقدر تعمل لها ريدرو او تعمل اعاده رسم للدايره دي بحيث انها تكون 2D ولا لا. طب ليه انا عايز اخليها اشتغل ك2D؟ عشان اعرف اشتغل بمش اناليسيس في السيركت دي لازم تكون ايه المعلومات بتاعتك مرتبه ورا بعضها، ما تشتغلش بطريقه وانت مش عارف ليه. يجي واحد يسالني سؤال،
طب وانا بشتغل بالمش اناليسيس ليه اصلا؟ انا بشتغل يعني ايه النود اناليسيس ده وظيفتها ايه اصلا؟ قلنا في البدايه النود اناليسيس والمش اناليسيس، وعملت بعد كده حاجه اسمها سيفن ونورتون والترائي، اكتر من تكنيك. يعني لو انت عندك اكتر من مصدر في الدايره مش هقدر، ما اقدرش اجيب الفولت الاتريبيوت بتاعت اي مقاومه، اللي هي سواء الفولت او الكرنت او الباور، ما اقدرش اجيبهم لو انا عندي اقدر اكتر من مصدر. بستخدم التكنيكس دي عشان اقدر اجيب الاتريبيوتس بتاعت المقاومات، سواء التيار او الجهد او الطاقه اللي هو الباور، مفيش مشكله. فهنا قال لك خلاص الرسمه دي 3D ودي 3D، لازم اخليها 2D. اشوف، مش لازم تخليها، شوف لي الرسمه دي تنفع تترسم في 2D ولا لا. فبكل بساطه يا شباب، في الشغل حاجه، اي رسمه زي كده انا عاوز اعرف ان هي اقدر ارسمها في 2D ولا لا. كل الحاجات دي بتيجي بالتجارب، جرب بالراحه خالص. نيجي انا، ده اسهل شويه تعال نبدا بيها. انا عندي الاربعه اوم هي اللي فيها مشكله، عامله كروس هنا، فانا لازم اشيلها اجنبها، يا اما اجيبها اليمه دي يا اما اجيبها اليمه دي. خلاص كده اترسمت، فهي ده مفيش مشكله، ده كله مفيش مشكله. الاربعه اوم دي، الاربعه اوم دي لو انا جبتها كده يا شباب، خليتها هي اللي فوق هنا، وصلتها كده بحيث الطرف، وهنا دي التلاتة ودي ال 12 فولت بتاعي، وهنا ال 2 اوم، وهنا ال 1 اوم. هنا في الرسمة بتاعتنا العادية اللي هو مديها لنا، كانت ال 4 اوم متوصلة بإيه؟ من الطرف ده، من الطرف ده كانت ما بين التلاتة وال 12 فولت. طب هنا برضو ال 4 اوم متوصله في الطرف ده ما بين ال 3 وال 12 فولت، خلاص مفيش مشكله. طب وهنا كانت ما بين ال 2 وبين ال 1، هنا برضو ما بين ال 2 وبين ال 1. كده انا ما غيرتش في اي حاجه، انا يا دوب اكن كده زودت السلك بتاعها، كبرته شويه وخدته على جنب، وكده كده مرسومه في ال 2D. اقدر بقى اشتغل عليها بالمش اناليسيس، مفيش اي مشكله. يبقى كده اهو بيقول لك هنا ري درو ذا سيركت، بحيث ما تكونش فيها ايه نو كروس. كروس مقصود بيه او كروسنج مقصود بيه حاجه زي كده، ده اسمه كروس. فكده انا ايه عملت اعاده رسم ليه. نيجي في حاجه زي كده بقى، حاجه زي دي برضو فيها مشكله. اللي عامله المشكله عندنا اللي هي الثلاثه اوم دي، لو حد عنده يا شباب مشكلة في المسألة اللي احنا خلصناها دي، يتكلم يقول او يكتب في مسج اي حاجة، بحيث اعرف انتوا فاهمين ولا لا. ولو مش فاهمين اشتغل بطريقة تانية معاكم عشان الدنيا توضح. يعني اللي عنده مشكلة يقول. نيجي هنا، لو انا خدت التلاتة هنا يا شباب، لو انا شديت التلاتة دي خليتها هنا كده، برضه هتعمل كروس مع ده. طب لو انا خدت التلاتة من فوق برضه هتعمل كروس من هنا. طب ايه الحل في حاجه زي كده؟ الحل في حاجه زي كده، اعمل، بص فورها من الاول خالص. تعال نشتغل بكل بساطه، بس لازم نحافظ على ايه القاعده اللي انا بشتغل عليها. بقدر بقعد اجرب يا شباب، بحيث احافظ على ايه. هنا الواحد لازم يكون متوصل من الطرف ده بالثلاثة والاثنين، ومن الطرف ده مع الأربعة والخمسة بمشي مع كل عنصر كده. مثلا وليكن الستة دي، الستة هنا متوصلة بالثلاثة وبالخمسة، من الطرف ده ومن الطرف ده بالأربعة وبالاثنين وبالاثنين أمبير. لازم القواعد دي لازم أحافظ عليها عشان أقدر أشتغل بكل بساطة. لو أنت حافظت على القواعد دي وعرفت ترسمها لي في التودي، يبقى كده انت ايه شغال الرسمه بتاعتك بلانر وما فيهاش اي مشكله. فنيجي هنا يا شباب، لو قلت مثلا افترض ان ده الواحد اهو، ده الواحد تمام، وده الاثنين،
مفيش مشكلة، ده الواحد وده الاثنين. هنا الأربعة كانت متوصلة مع الواحد، على خدها هنا مثلا، بجرب ما نفعتش معايا أغير أشوف رسمة تانية، أفضل أجرب كده لغاية ما أطلعها إن هي ما فيهاش أي كروس، ما نفعتش أشيلها وأرسم رسمة تانية بطريقة تانية. والقاعدة اللي ماسكاني إن أنا إيه، لازم أحافظ على الديبندنسي، أو كل نود لازم تكون متوصلة مظبوط. يعني التلاتة هنا يا شباب متوصلة من الطرف ده بواحد واتنين، ما خلاهاش في الرسمة الجديدة متوصلة بالاتنين والأربعة، لا ما ينفعش. فهنا خلاص المفروض الواحد أهو متوصل بيه أربعة، ناخد الأربعة هنا مفيش مشكلة، متوصلة بالأربعة تمام. تعال بعد كده المفروض التلاتة متوصلة بالواحد والاتنين. لو أنا خليت التلاتة هنا نشوف هنعرف نرسمها ولا لأ، لو خليت هنا التلاتة مفيش مشكلة، يبقى كده الطرف بتاع التلاتة متوصل بالواحد والاتنين، والمفروض الطرف التاني متوصل بالستة والخمسة مفيش مشكلة. فهنا هخلي الستة والخمسة، بس ثواني بقى، ستة الخمسة المفروض متوصلة بالواحد والتلاتة، فكده لازم تكون الخمسة في الجزء ده، لازم أحط الخمسة هنا، دي الخمسة، بحيث إنها تكون متوصلة. الخمسة يا شباب لازم تكون متوصلة من هنا بالواحد، بالواحد والأربعة قصدي، ثواني الخمسة يا شباب. أنا هنا أنا قلت التلاتة، التلاتة الطرف بتاعها ده متوصل بالواحد والاثنين، اه وصلته بالواحد والاثنين، الطرف الثاني بتاعها كام؟ خمسة وستة. طب احط هنا اللي خمسة ولا هنا اللي ستة؟ ثواني اصبر على نفسك وانت هتعرف تحلها بكل بساطة. الخمسة هنا لازم تكون متوصلة بكام؟ بواحد ولا أربعة؟ يبقى خلاص أخلي الخمسة هي اللي فوق بحيث إنها تكون متوصلة بالواحد ولا أربعة. خلي لي هنا دي الخمسة مفيش مشكلة، والستة الستة هتكون متوصلة مع الطرف التاني، لازم يكون متوصل مع الاتنين اهي، خلاص ممكن اخليها كده، دي الستة دي الستة ودي الخمسة، وصلهم بقى ببعض، ودي التلاتة اهي كده، بحيث انا حافظت على ايه يا شباب، التلاتة المفروض تكون متوصلة بالواحد والاتنين اهي، ومن الطرف التاني متوصلة بالخمسة والستة، اهي متوصلة بالخمسة والستة، الخمسة متوصلة بالطرف ده بالتلاتة وبالستة، اهي من الطرف ده تلاتة وستة، والطرف التاني لازم تكون متوصلة بالأربعة وبالواحد، وهنا أربعة وواحد مفيش مشكلة. بعد كده المفروض الواحد نفسه متوصل بالأربعة وبالاتنين، المفروض الواحد متوصل بالأربعة، الواحد متوصل بالأربعة وبالاتنين، أي متوصل بالأربعة والاتنين مفيش مشكلة. طب الاتنين نفسها المفروض تكون متوصلة بالستة والأربعة من الطرف ده، ستة والأربعة من الطرف ده، والطرف التاني كام؟ هنا الستة، أنا قلنا الاتنين لازم تكون متوصلة بالستة والأربعة والاتنين أم، والطرف التاني بالواحد والتلاتة، يعني متوصلة بالواحد، يبقى الطرف ده لازم تكون ستة وأربعة، خلاص يبقى أنا ممكن أشيل ده خالص، يعني الأربعة أشيلها من هنا خالص وأخليها كده، بحيث أخلي الأربعة أخلي الاتنين متوصلة مع الأربعة ومع الست، والطرف الثاني مع الواحد ومع الثلاث مفيش مشكلة. باقي الأميتر ده بقى المفروض متوصل من الطرف ده مع الستة والاتنين، أهو مع الست، الطرف اللي فيه ستة وفيه اتنين وفيه أربعة، أهو ما هو التلاتة دول كلهم نفس النوت، فاللي هي النقطة دي. الطرف التاني
المفروض يكون متوصل بإيه؟ المفروض متوصل بالخمسة والأربعة والواحد، فين؟ خمسة والأربعة والواحد، إلا النقطة دي خلاص أهي خليه كده. كده أنا ودي طبعا الجزء ده مش موجود خالص. أنا عملت إعادة رسم للدايرة بحيث إنها خليتها تترسم في كاتودي. عملتها أنا ليه كاتودي؟ عشان أعرف أشتغل عليها بقاعدة المش أنالس أو تكنيك المش أنالس. أنا بشتغل إيه الرولز اللي بتحكمني هنا يا شباب وأنا بعمل إعادة رسم؟ بحافظ بس على الديبندنس، بشوف كل مقاومة متوصلة بإيه، ولازم الرسمة الجديدة تكون متوصلة بنفس الحاجات بتاعتي. يعني تعال نشوف اللي تشيك على الأربعة مثلا، الأربعة المفروض تكون متوصلة بالخمس والواحد والأميتر من اليمة ده، فالأربعة أهي خمسة وواحد والأميتر، والطرف التاني بتاعها اللي هو ده المفروض متوصل بكام؟ المفروض بالستة وبالاتنين والأميتر. تعال نشوف الأربعة من اليمة التانية أهي اتنين والستة والأميتر، مظبوط كده الرسمة بتاعتنا مفيش مشكلة فيها، وكانت وبقت كده إيه بلانر. المسائل اللي زي دي يا شباب تقعد تجرب، دي ما نفعتش تعمل رسمة تانية وتحافظ على القواعد اللي أنا قلت لك عليها. دي كانت أول مسألة عندنا في الشيت ده. تاني مسألة عندنا يا شباب بيقول لك استخدم لي المش أناليسيس، مفيش مشكلة، قلت لك المش أناليسيس القاعدة بتاعته بتقول لك طالما أنا 2D هنا أهو، ده يترسم في 2D ما فيهوش أي كروس، يبقى 2D يبقى بلانر، خلاص اقدر اشتغل عليه بقاعده المش اناليسيس. المش اناليسيس بيقول لك كل لوب عندك محصله الفولت لازم بزيرو، ولازم يكون محصله الفولت، فانا بقول ايه محصله الفولت، يبقى المصادر اللي عندي لازم تكون فولتج سورس، سواء ديبندنت او اندبندنت مش هتفرق، بس المهم تكون ايه فولتج سورس. فخلاص هنا يبقى انا عندي طول اتنين لوب، ادي اسمي ده مثلا اللوب الاول وده اللوب الثاني، مفيش مشكلة. وهنا خلاص هنا فولتج سورس وفولتج، مفيش خلاص مفيش كارنت سورس، يبقى خلاص اشتغل عادي بكل بساطة ومفيش أي مشكلة في الرسمة في المسألة بتاعتك. تعالى بس تشوف اتجاهات التيارات عندك، ده اتجاه هو اللي فرضته لك وده اتجاهه للأسفل. ده أنا هفترض بقى ده مش هو مش مدولك بحاجة، افترض إن هو إيه التيار هيمشي في الأربعة كده مفيش مشكلة. نيجي عند اللوب الاولاني، وهنا برضو يا شباب التيار بيمشي من الموجب للسالب، فالتيار هيكون اتجاهه كده هنا بس مفيش مشكله. القاعده انا بمشي ازاي بقى يا شباب؟ انا افترضت بمزاجي كده ان اتجاه اللوب الاولاني هيكون في الاتجاه ده، بتفترضه براحتك سواء انت افترضته كده او العكس براحتك، المهم خلاص انا افترضت انه اتجاهه كده، اللوب بتاعي هيمشي كده، اي حاجه معايا في نفس الاتجاه بحطه بالموجب، اللي عكس في الاتجاه بحطه بالثابت، تمام؟ فهنا لما اجي امشي على اللوب ده اول حاجه قابلتني ال 10 فولت معايا في نفس اتجاه اللوب بتاعي كده اهو، ده معايا في نفس الاتجاه يبقى احط ال 10 فولت بالموجب، تمام. تاني حاجه اللي هنا برضو معايا في نفس الاتجاه احطه بالموجب. طب هنا التيار اسمه اي 3 و2 اوم، يبقى الفولت بكام؟ احنا قلنا ان الفي عند اي عنصر بيساوي اي في ار، خلاص الاي عندك باي 3 والار عندك ب2، يبقى كده الفولت هنا ب2 اي 3، يبقى اقول بلس 2 اي 3 مفيش مشكله. ده بقى ده المفروض اخده بعكس الاشارة عشان اتجاه اللوب بتاعي يكون لفوق وهو اتجاه التيار فيه للاسف اللي هي الستة او، بس قال لك في حاجة زي كده تصبر ثواني، في حاجة لازم تاخد بالك منها، التيار اللي هيمر في الستة دي هيكون في تيار جاي من اللوب الاولاني وفي تيار جاي من اللوب التاني، فتعمل ايه خلاص؟ تعمل حاجة زي كده ازاي؟ الاشارة بتاعتك هتكون بالسالب هنا علشان طبعا هو بعكس الاتجاه مفيش مشكله. قال لك تعمل حاجه زي كده ازاي؟ تضرب قيمه المقاومه بتاعت العنصر ده اهو
تضربه كده، التيار اللي انت فيه تطرحه من التيار اللوبي التاني، فهو اي واحد ناقص اي اتنين. تعال بالراحة تاني، ناخدها واحدة واحدة. العنصر ده يا شباب، العنصر ده يا شباب، المشكلة اللي فيه ان هو مشترك في اتنين لوب. طب الفولت عنده بكام؟ الفولت عنده، الفولت بتاعك بتاع اللوب اللي انت شغال فيه ناقص الفولت اللي جنبك. فالفولت اللي انا اللي عندي ده هيكون 6. اي التيار اللي هي اللي ماشي هنا انا مسميه اي واحد. تعال نمشي اي واحد في الكل عشان ما تتلخبطوش، خلي اي واحد ده اللوب الاولاني التيار اللي فيه اي واحد. فاول حاجه ده 10 فولت مفيش مشكله، ده هيكون 2 اي واحد، سيبوا الاي 3 ده هنعرفه في الاخر، نجيبها للاخر احسن. المهم ان انا افترضت ان التيار اللي هنا باي واحد والتيار اللي هنا ايه باي 2، مفيش مشكله. فالتيار اللي الفولت اللي هنا هيكون 2 2 في اي واحد، مفيش مشكله. الفولت اللي هنا بكام يا شباب؟ الفولت اللي هنا عباره عن الفولت اللوب بتاعك، اللوب الاولاني ناقص الفولت بتاع اللوب الثاني. الفولت بتاع اللوب الاولاني بكام هنا؟ ب 6 اي واحد ناقص الفولت اللي في اللوب الثاني. الفولت اللي هيكون جاي من اللوب الثاني هيكون 6 في اي كام بقى؟ في اي 2. المشكلة في العنصر ده ان هو مشترك ما بين الاثنين لوب، فانا بقول هو الفولت بتاع اللوب بتاعي ناقص الفولت بتاع اللوب اللي جنبي. فخلاص يبقى قلت 6 اي واحد ناقص اللوب اللي جنبي اللي هو 6 اي 2، بحيث ان الفي بتساوي اي في ار. الاي اللي هو ده والار اللي عندنا ايه؟ قيمته 6 اوم، مفيش مشكلة. فكده الفولت بتاعك عند العنصر اللي هو الستة ده اهو، احطه في المعادلة تحت بقى بالموجب ولا بالسالب؟ هو عندك مع اتجاه اللوب بتاعك ولا عكسك؟ انا افترضت ان اللوب بتاعي اتجاهه كده وهو التيار بتاعك جاي للاسفل، فكده هم عكس بعض، يبقى احطه بالسالب. فانا هنا حطيته بالسالب وخدت الست عامل مشترك اداني ده، اداني كده. فانت بكل بساطة اي عنصر زي كده تضرب المقاومة بتاعتك، افتح قوس التيار بتاعك ناقص التيار اللي جنبك اهو، مفيش مشكلة. واحدة واحدة يا شباب هتلاقيها سهلة وهتيجي معانا. سوي ده بالصفر. تعال نخلص المعادلة ده شوية، يبقى 10 بلس 2 اي واحد ناقص 6 اي واحد سالب سالب يديني موجب، يبقى موجب 6 اي 2، ده كله بصفر مفيش مشكلة. تعال نشوف اللوب التاني، أو بكل بساطة بقى ركزوا يا شباب، اللي مش فاهمها يركز في دي وهتفهموها إن شاء الله. اللوب التاني ده يا شباب، خلاص أول معادلة جبناها. اللوب التاني أنا افترضت أنا بمزاجي كده اتجاه التيار، اتجاه التيار بتاعي هيكون في كده، أنا عامله كده مع اتجاه عقارب الساعة. اي حد معايا في نفس الاتجاه اخده بالموجب، اللي عكس اتجاهي اخده بالسالب. فنيجي هنا ده معايا في نفس الاتجاه اخده معايا. طب الفولت على الستة دي بكام؟ بنفس الطريقة احنا قلناه، قلنا ايه؟ قلنا هو الفولت بتاع الستة من اللوب ده ناقص الفولت اللي جنبه. فكنا قلنا بكل بساطة هي 6 قيمة المقاومة في الاي بتاع اللوب اللي انا شغال فيه. اللوب اللي انا شغال فيه اللوب 2، يبقى اي 2 ناقص الاي اللي جنبي بقى اللي هو اي واحد. واحدة واحدة يا شباب مع المثال الجاي هتفهموها اكتر ان شاء الله. خلاص كده انا خلصت العنصر ده وانا خدت بالموجب ليه؟ عشان هو معانا في نفس الاتجاه. نيجي لل 12 فولت، ال 12 فولت اتجاهها للاسفل واللوب بتاعي للاعلى، فهو معايا بعكس الاشارة، وبقول ناقص 12. نيجي هنا اللوب بتاعي هيكون ماشي من الشمال لليمين، وهنا في عكس الاتجاه بتاعه اخده بالسالب. طب الفولت هنا بكام؟ التيار بتاعك اي 2 تضربه في قيمة المقاومة، يبقى ناقص 4 اي 2، ده كله سويه بالصفر مفيش مشكلة. كده احنا قلنا خلص بقى
ده خالص، يبقى 6 اي 2 ناقص 6 اي 1 ناقص هنا وهنا معايا 4 اي 2، يبقى كله ناقص هنا سالب 4 اي 2 وهنا 6 اي 2، يبقى كلهم 2 2 2 اي 2. دول ال 12 بتاعتي، تساوي ده كله بالصفر. مفيش مشكلة، لو أنا جبت قيمة اي 2 هنا يا شباب هيكون بكام؟ يبقى اي 2 هتساوي، عدي ده وده بعد إشارة، يبقى 6 اي 1 زائد 12. 6 ده وده بعكس الإشارة. اقسم بقى على الاتنين، يبقى الـ اي 2 لوحدها بتساوي 3 اي 1 زائد 6. مفيش مشكلة. تعالى لي بقى في المعادلة الأولى اللي هي دي أهي، عوض لي عن قيمة اي 2 بده، فاي 2 أهو هشيله وأحط قيمته، فيكون عندي تعالى هنا نخلص ده كمان بالمرة، ده 2 اي 1 ناقص 6 اي 1، يبقى دول هيدوني سالب 4 اي 1، يبقى 10 ناقص 4 اي 1 المفروض زائد 6 اي 2، اي 2 عندنا بقيمتها اهو، احط قيمتها يبقى زائد 6، افتح القوس وحط قيمته اي 2 بقى اللي انا جبتها هنا، 3 اي 1 زائد 6، 3 اي 1 زائد 6، ده كله بيساوي 0. اضرب لي ده وخلص ده كله ببعضه، هيطلع لك اي 1 هتطلع بكام؟ تعالى خلصت، مش عارف ما طلعتهوش. بيدينا هنا يبقى 10 ناقص 4 اي 1 زائد 18 اي 1 زائد 36، ده كله بيساوي 0. مفيش مشكلة، هنا جمع بقى الاي 1 على بعضه، 4 اي 1 و18 اي 1 يبقى 22 اي 1، يبقى ال 22. ثواني يا شباب، تمام 22 اي 1، ايه اللي احنا عملناه؟ ازاي 22 سالب 4 اي 1 و18 اي 1 يبقى 14، 14 اي 1 بتساوي كام؟ 10 و36 46، عدها اللمة التانية بعكس الإشارة يبقى بتساوي 46 سالب 46. كده أنت جبت لي قيمة أي 1 أيا كانت قيمتها هتطلع كام، وليكن افترض إن هي هتطلع قيمتها مثلا على سبيل المثال ب2، مش عارف هتطلع كام، بس هي يعني خلاص سهلة مفيش مشكلة. فافترض ان اي 1 طالع ب2، عشان بس انا عايز ايه اطلع القيمه، عشان عاوز اعرفك هتجيبه اي 3 ازاي واي 2 ازاي واي 1 ازاي. مفيش مشكله، عوض لي هنا، هنا اي 1 طلعت لي مثلا ب2 امبير، عوضت هنا مثلا طلع لي اي 2 ب3 امبير مثلا على سبيل المثال، يعني ممكن يطلع بالموجب او السالب عادي يا شباب. هنا اي واحد التيار اللي يمر في اللوب ده كله ب2 امبير، والتيار اللي بيمر في اللوب الثاني ده كله ب3 امبير، هو عايزني اجيب التيار اللي بيمر في الاثنين بس، والتيار اللي بيمر في ده والتيار اللي بيمر في ده، فما فيش مشكله. خلاص التيار اللي بيمر في اللوب ده يا شباب ده كله توالي، هو نفسه التيار اللي بيمر في ده كله، يبقى خلاص اي 3 هو نفسه التيار اللي هنا، هو نفسه نفس اللوب، يبقى اي 3 بيساوي التيار اي 1 عشان هو تيار اللوب بتاعه يساوي 2 امبير. بنفس النظام الاي 1 هو نفس التيار بتاع اللوب اي 2، فكده اي 1 بيساوي
يساوي تيار اللوب ده اللي هو اي 2 اللي احنا كنا طلعناه مثلا ب 3 امبي. نيجي بقى في اي 2 ده بقى، اي 2 هو اللي فيه مشكله. اي 2 اي 2 في حاجتين، في تيار اي 1 وفي تيار اي 2، براحتك بقى تشتغل زي ما انت عايز. ممكن اقول يبقى التيار اللي هيمر هنا مثلا هو، لو انا افترضت اللوب بتاعي ماشي كده للاسفل واللوب الثاني الاولاني طالع للاعلى، فاقول مثلا هو اي 2 ناقص اي 1. في الحاله دي افترضت ان اتجاه التيار للاسفل. طب لو انا قلت هو اي 1 ناقص اي 2 كده، انت افترضت ان اتجاه ايه؟ التيار بتاعه للاعلى. فهو هنا مثلا ايه، هو هنا اصلا محدد لك التيار اللي هيمر له اي 2 ده للاسفل، فخلاص اقول ده عشان هو للاسفل ناقص ده عشان هو للاعلى. يبقى اقول اي 2 بيساوي التيار اللي بيمر في اللوب الثاني ده اللي هو كان ب3 ناقص التيار اللي بيمر في اللوب الاولاني اللي هو كان ب2، يديني 1 امبير. هيجي اكتر من تطبيق عليها تاني يا شباب، بس اللي انا عايزك تعرفه دلوقتي ان التيار ده خلاص، وعشان هو في لوب واحد يبقى هو نفس التيار اللوب ده، عشان هو في لوب واحد بنفس التيار اللوب. طب لو التيار بتاعك اللي انت عايزه مشترك ما بين اتنين لوب، يبقى خلاص تقول للتيار ده ناقص ده او ده ناقص ده، بس كده ايه الاتجاه بتاعك هيكون هو اللي فيه مشكلة. بس عشان هنا هو محدد لي الاتجاه، فقلت خلاص يبقى هو اللي هو الاسفل ده ناقص اللي طالع اللي فوق. انا اشتغلت في المسألة كده. نيجي للي بعد كده، هنا يا شباب برضو بنفس النظام ان شاء الله، دي هتوضح لكم الدنيا اكتر. هنا بيقول لك هات لي، عايزك ايه؟ عايزك تجيب ال V A B والاي او، الفولت على 30 والاي او. فبكل بساطه هو مديني المقام خلاص، ما اجيب لو انا جبت الاي او اللي هو التيار اللي هيمر في ده، خلاص اضربه في قيمه المقام، يبقى هنا كده جبت ال V. عايز اشتغل هنا بالمش اناليسيز رقم واحد، اعرف ان هي الرسم مرسومه 2 دي، خلاص ما فيش مشكله فيها. كل المصادر عندك فولتج سورس، خلاص ما فيش مشكله، ابدا اشتغل على طول. اقول ده اول حاجه، حدد لي اتجاهات المقاومات بتاعتك، فانا خلاص دول ما فيهمش مشكله. ده طبعا التيار بيمشي من الموجب للسالب، فده هيكون للاسفل، ده هيكون للاسفل. هنا بقى مش محدد لي حاجه، افترض انا براحتي بقى، فده كده مثلا وده كده وده مثلا قول كده اي حاجه وده مثلا كده وده، خلاص هو محدده لي، يبقى من الموجب للسالب يبقى للاسفل، وده مثلا كده براحتك. تعالى بقى حط لي انت بقى اللي يفترض لي اتجاه للوب بتاعك براحتك. انا هفترض اللوب بتاعي اتجاهه كده، اي حاجه اي اليمنت معايا احطه بالموجب، اي اليمنت عكسي احطه بالسالب. ده اي 2 وده اي 3. القاعده مش اناليسيس يا شباب، سهله بس ايه، عايزه تمرين وخلاص، بس هي سهله يعني ان شاء الله. تعال بقى نمشي هنا في اللوب الاولاني، نبدا مثلا بال 20 دي، ال 20 دي معايا بنفس الاتجاه، يبقى اخدها بالموجب. بس ال 20 دي مشتركه في اتنين لوب، كنت اللي مشترك في اتنين لوب بعمل فيها ايه؟ الفولت بتاعها ناقص الفولت اللي جنبي، فهو عباره عن 20، كان خدت ال 20 عامل مشترك، الاي بتاعي اللي هو اي 1 ناقص الاي اللي جنبي اللي هو اي 3، عشان هي مشتركه في ايه؟ في اتنين لوب. اي 3 يا شباب مش اي 2، هي مشتركه في اي 1 واي 3، فاقول اي 1 ناقص اي 3 مش مشكله. بعد كده ده ال 80 ده اللوب بتاعي هيطلع لفوق بس هي نازله للاسفل، يبقى عكسي، يبقى احطه بالسالب، يبقى سالب 80 فولت. ده عكسي برضه، يبقى احطه بالسالب. الفولت هنا بكام؟ باي 1 مضروب في ال 20 اوم، يبقى عباره عن سالب 20 اي 1. ال 30 نفس النظام، مشتركه في اللوب بتاعه واللوب اللي جنبه، يبقى عباره، طب احطها بالموجب ولا بالسالب؟ يعني اللوب بتاعي يبقى نازل كده بس التيار فيها طالع لفوق، يبقى احطها بالسالب، يبقى سالب 30
اي واحد اللي هو التيار بتاع اللوب اللي انا شغال فيه ناقص التيار بتاع اللوب اللي جنبي، انا ال 30 دي مشتركه في اللوب ده واللوب ده، يبقى اي واحد ناقص اي 2. محدش هنا يقول لي يا شباب ناقص اي 3 عشان هي مش مشتركه مع 3، هي مشتركه في 1 و2. ده كله سويه بصفر. تاخد بالك من حاجه يا شباب، تاخدوا بالكم من حاجه، انا عندي اي 1 واي 2 واي 3، عشان اجيبهم يبقى لازم عندي 3 معدات. فانا كده انا جبت اول معادله، خش على اللوب الثاني ده هيديك معادله بقى. تعال نمشي معاه. اول حاجه عندي التيار اللوب هيمشي كده، فال 30 دي معايا في نفس الاتجاه، يبقى خد الفولت بتاعها بالموجب. طب الفولت عندها هيكون بكام؟ هيكون الفولت بتاعها هنا ناقص الفولت في اللوب الاولاني، في عباره عن 30 اي 2 ناقص اي واحد، التيار اللي بيمر فيها من اللوب بتاعها ناقص اللي مشتركه فيه. بعد كده ال في اي بي اللي هي ال 30 اوم دي معايا في نفس الاتجاه، يبقى احطها بالموجب، يبقى بلس. هي مش مشتركه في لوب تاني، هي في نفس في اللوب بتاعي بس، يبقى هي 30 اي 2. نيجي ده كام؟ دي تقريبا كام؟ تقريبا 30 دي. دي 30 اهي. دي معايا في نفس الاتجاه خلاص 30 اي 2. دي معايا في نفس الاتجاه يبقى احطها بالموجب. طب هنا الفولت بتاعها كام؟ بقول بلس 30 اي 2 ناقص اي 1، ده كله سويه بالصفر كده. تاني اللي عندي نيجي اي واحد والله ثلاثة يا باشمهندس، نعم اي واحد والله ثلاثة. اي 3 تمام مظبوط، الله ينور عليك. انا عندي يعني شغال في اللوب الثاني واللي مشتركه معاه 3، يبقى اي 2 ناقص اي 3 تمام. نيجي في اللوب الثالث هنا بقى نفس النظام، اللوب ده كمان يا شباب. تعالى ناخد مثلا ال 30